مساء الخير مشاهدينا. تأهل فريق الفيصلي والرمثا إلى دور الأربعة من بطولة كأس الأردن لكرة القدم، وكان ذلك بعد فوز الفيصلي على البقعة بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما أنس حجي والمحترف الفلسطيني خضر يوسف. أما بالنسبة لفوز الرمثا فجاء بركلات الجزاء عندما تعادل الفريقان بهدف لهدف، وعادل الرمثا الوحدات في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق مصعب اللحام، وبذلك ضمن الرمثا والفيصلي التأهل لدور الأربعة. وكان يوم أمس قد ضمن أيضا ولأول مرة في تاريخه فريق ذات رأس التأهل بعد التعادل السلبي مع العربي بدون أهداف، وكانت مباراة الذهاب انتهت بهدف لهدف، فيما ودع المنشية البطولة بعد الخسارة يوم أمس أمام شباب الأردن بهدف وحيد عن طريق وسيم البزور. ضيعنا فرص بالشوط الاول، الشوط الثاني جانا فرصتين واستغل شباب الاردن فرصه منهم وسجل هدف، بنقول له مبروك. وهي يعني هذا الفوتبول، يعني لازم يكون فيه فايز وفي خسران. الشباب ادوا اللي عليهم وما قصروا، وهاي هي كره القدم، فوز وخساره. نادي المنشيه له اسم ودائما له اخر سنتين هو بكون في طرف في النهائي، فاحنا كنا حابين نكمل على المسار هذا ويكون اسم فيها، لكن الحمد لله التوفيق من عند رب العالمين وربنا شاء لنا هيك. ادينا اللي علينا يعني، والتوفيق من عند ربك وقدر الله ما شاء فعل. يعني مرحلة وخلصت، يعني منظن ننساها وجاينا دوري تركيز عالي إن شاء الله. مبروك هذا الفوز وهذا التأهل، أجا حساب فريق مجتهد وفريق كثير عنيد، وخاصة له باع ببطولات الكأس، يعني صار له يعني موسمين نهائي كأس بلعب اللي هو فريق المنشية. الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا. كان مباراة شوي صعبة، يعني فريق المنشية فريق ممتاز وطامح، وأي فريق مباريات الكأس مختلفة كليا عن مباريات الدوري. الحمد لله قدرنا نحط تكتيك للمباراة هاي عن طريق المدير الفني، الحمد لله نجحنا وفزنا بهاي المباراة. اليوم الله أكرمنا، فزنا على فريق كبير فريق المنشية وتأهلنا. اليوم لعب فريق المنشية بحذر، لعبوا معنا دفاع شايف، وكانوا يلعبوا على الهجمات المرتده، يعني على اخطاء فريقنا يعني، ولكن الحمد لله قدرنا نسجل هدف الحمد لله، وكنا نلعب باعصاب مريحه يعني الحمد لله. ونبقى في الأخبار المحلية، حيث خطب اتحاد كرة القدم الاتحادين البحريني والمصري لإقامة مباريات ودية مع المنتخب الوطني النسوي في عمان في إطار الاستعدادات لخوض التصفيات الآسيوية والتي ستقام في عمان خلال الفترة من الخامس وحتى التاسع من حزيران القادم، وكذلك للمشاركة في بطولة غرب آسيا والمنتظر أن تقام في فلسطين خلال تموز القادم بدلا من موعدها السابق في نيسان القادم. ويستهل المنتخب النسوي المشوار في التصفيات الآسيوية بلقاء لبنان ثم الكويت وأخيرا أوزبكستان، فيما يتأهل بطل المجموعة إلى نهائيات البطولة. تربع نجما سكواش شقيقان أحمد ومحمد إسراج ولأول مرة في تاريخ مشوارهما مع اللعبة على عرش التصنيف الجديد للاعبي آسيا لفئتي تحت 19 عاما و15 عاما على التوالي، وذلك في التصنيف الجديد المنشور على موقع الاتحاد الآسيوي لسكواش. ومنح هذا الإنجاز للشقيقين إسراج على مستوى آسيا ترتيبا جيدا على مستوى التصنيف الدولي نظرا للنتائج الإيجابية التي حققها اللاعبان خلال العام الماضي. ويذكر أن اللاعب أحمد إسراج احتل المركز الثاني عالميا حسب تصنيف الاتحاد الدولي متقدما على الانجليزي ريتشي فلاوز الذي حل ثالثا، وفي تصنيف الفئة الثانية احتل اللاعب محمد إسراج المركز الثاني عالميا بعد أن حل ثانيا لنفس الفئة في بطولة بريطانيا المفتوحة التي أقيمت الشهر الماضي. وإلى دوري أبطال أوروبا، يتجدد اللقاء اليوم بين ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني للمرة الخامسة في أقل من عامين، عندما يتواجه الفريقان في ذهاب الدور ثمن النهائي من البطولة. ويدخل برشلونة اللقاء وهو في ذروة مستواه بحيث يحلق في صدارة الدوري المحلي بفارق شاسع عن أتلتيكو مدريد أقرب مطارديه، كما أنه مرشح لبلوغ المباراة النهائية من مسابقة كأس إسبانيا بعد أن انتزع التعادل من غريمه التقليدي ريال مدريد في عقر دار الأخير بهدف لهدف. أما الميلان فبدأ ينهض بعد بداية متعثرة في مطلع الموسم الحالي، فحقق عودة استعراضية من خلال احتلاله أحد المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإيطالي، لكن الميلان لن يستفيد من المشاغب الذي تعاقد معه مؤخرا بالتيلي، والذي كان قد دافع عن ألوان مانشستر سيتي في دور المجموعات. في اللقاء الثاني أيضا يلتقي شالكا مع غالاتاسراي التركي.
قالت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز سيجتمع بنجم الفريق كريستيانو رونالدو في شهر مايو المقبل من أجل حسم مسألة تجديد تعاقده مع النادي الملكي. وذكر التقرير أن بيريز سوف يؤجل الاجتماع إلى شهر مايو المقبل لحين الانتهاء من المسابقات التي ينافس عليها الفريق الملكي من أجل إقناع النجم الأول للفريق بالتجديد. وأعلن خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو موافقة اللاعب لعقد جلسة من أجل بدء المفاوضات، حيث ينتهي عقد رونالدو في عام 2015. وكان كريستيانو قد أخبر رئيس الريال في سبتمبر الماضي أنه ينوي الرحيل عن الملكي بسبب المعاملة التي يتلقاها في النادي، ويأمل البرتغالي الدولي أن تجمعه جلسة قريبة مع إدارة النادي من أجل التأكيد على أهمية وجود مهاجم مانشستر يونايتد السابق في النادي الملكي. وأخيرا، رضخ الاتحاد الدولي لكرة القدم للأصوات المطالبة باستعمال تكنولوجيا خط المرمى في المباريات لتفادي المزيد من الأخطاء التحكيمية المكلفة والمؤثرة. فبعد فترة تجارب مكثفة قرر الاتحاد الموافقة على استعمال هذه التكنولوجيا في كأس القارات وأيضا كأس العالم المقبلة في البرازيل. وكان الاتحاد الدولي قد أجرى تجارب على أسلوبين مختلفين خلال كأس العالم للأندية في اليابان، ورغم أنه لم تحدث في هذه البطولة أي حالات تحكيمية معقدة، فإن الاتحاد قرر استخدام التكنولوجيا في أكبر بطولة وهي كأس العالم. بلغت التشيكية بيترا كافيتوفا الدور الثاني من دورة دبي الدولية في كرة المضرب، وذلك بفوزها على السلوفاكية هانتشوفا الصاعدة حاليا من التصفيات بمجموعتين دون مقابل. المباراة كانت فيها الغلبة واضحة للاعبة التشيكية، لكن السلوفاكية قاومت وفازت بشوطين، لكن ذلك لم يمنع أن تنهي المجموعة ب6-2. المجموعة الثانية كانت سهلة على كافيتوفا التي أنهت المجموعة أيضا ب6-1. وتأهلت أيضا الدنماركية كارولينا وزنياكي بدورها بعد فوزها على التشيكية لوسي زافاروفا بمجموعتين دون مقابل. المجموعة الأولى انتهت ب6-2، وكذلك كان الحال في المجموعة الثانية عندما تمكنت من إنهائها ب6-2 أيضا. سجل روسبيرغ سائق فريق مرسيدس أسرع زمن في التجارب الحرة لسباقات الفورميلا 1 والمقامة على حلبة كاتالونيا في برشلونة، بينما شارك فرناندو ألونسو للمرة الأولى بسيارته الفراري الجديدة في تجارب هذا الموسم. المدافع عن اللقب سبيستيان فيتل قائد سيارة ريد بول سجل أفضل زمن حتى فترة العصر قبل أن ينجح روسبيرغ في تجاوزه بسرعة كبيرة. وسجل كيمي رايكونن ثاني أسرع زمنا تبعه ألونسو الذي سجل ثالث أفضل زمن في التجارب، وكان ألونسو السائق الوحيد الذي أجرى أكثر من 100 لفة بالسيارة الجديدة. هذا وستتواصل الاختبارات في برشلونة حتى يوم الخميس المقبل قبل أن تجرى آخر اختبارات الأسبوع المقبل. بعدها تنطلق سباقات الموسم الجديد في 17 من الشهر المقبل في أستراليا.